يعني إذا بموت ما راح أنطر تطلع شائعة وتختفي شائعة. بتقولي إنه أنا بحب صوت أصالة، ولكن في سيدتي 1996 يمكن غيرتي رأيك أو تغير الرأي مش أنت، أستغرب من كون أصالة لا توصل أحياناً الإحساس بالأغنية بشكل جيد، من المعروف عنها بأنه توصل الأغنية بإحساس. قلتي هذا الكلام أو لم تقولي؟ والله ما أتذكر، عشان أكون صادقة ما أتذكر، بس ما أتصور أني أنا قايلة شيء عن أصالة. لأني أنا يعني أحرص أني بلقاءاتي ما يبطاري فلانة وفلانة بالاسم، يعني لأنه مو من حقي أصلاً. يعني ما أشوفها حلوة، ما أدري. نوال، هل من الممكن أنه ملحن واحد ينفرد بصياغة كل ألحانك؟ بس واحد؟ يعني مش على العروش، خليني أخذ على سبيل المثال. لا لازم أغير، لا لازم أغير، أنا مش على ما أستغني عنه. بس ليه مش على العروش هو اللي بيشرف حتى على ألحان أخرى كمان في تنفيذ هذا العمل؟ هذا ينقال له شكراً. يعني ينقال له شكراً مشعل أنه هو يشرف، لأني لو بشرف أنا على شغلي كله ما راح أفهم في أمور كثيرة ما أفهم فيها أنا. ومو بس أنا، في كثير من الفنانين يعني تونا التخصص حلو. تخصص حلو. يعني أنا ما أفهم أني أروح أقعد بالاستديو وأجاب هذه الكمانجة شو تقول وأجاب هذا المكسر وأجاب لا، في أشياء كثيرة غير أن ترى تعب. يعني أكثر شيء متعب في أنك تسوي سيدي تنفذ سيدي اللي هو التنفيذ. نعم، إنجاب للشغل. في غالبية اللقاءات التي تجريها المطربة رباب تركز على أن نوال هي مطربة الخليج الأولى، وكأنها تريد أن توصل إشارة إلى مطربة معينة. رباب؟ نعم، رباب بتقول انه نوال. ما ادري المعنى بقلب الشاعر هي اللي قايله. نعم، ما ادري اذا كانت تقصد ولا لا. انت شو برايك؟ برايك بتقصد ولا لا؟ ما اعتقد تقصد، يعني رباب طيوبه، ما اعتقد. في مجله كلام الناس بتقولي انا مطربه وساغني فقط ولن ارقص على المسرح. طبعا الى الان ولن ارقص، ما اعرف اصلا ارقص وانا اغني. حتى بالحفلات الخاصة يعني أوقف في مكان واحد وأغني. أحياناً يقولوا لي أنت بحفلة خاصة يعني والقاعة كبيرة مثلاً، الناس اللي هناك ما يشوفونك، يا ريت تتحركين شوي. ما أعرف أتحرك، يعني ما أعرف أتحرك وأنا أغني، وأنا أشوفها يعني مو مطلوبة، ماني مضطرة أني أنا أتحرك وأنا أغني. أنا طالع أعرض صوتي، يعني مو طالع أعرض إمكانياتي بالرقص. قد إيه بتفخري بأني كويتية وبتحمل الجنسية الكويتية؟ كل الفخر، كل الفخر في أني أنا كويتية وأحمل الجنسية الكويتية. لو بالخليج العربي عرضوا عليك جنسية أخرى إضافة إلى الجنسية الكويتية؟ مع احترامي لهم وكلهم أعتبرهم ديرتي الثانية، ما أقول الأولى، ديرتي الثانية أكيد، بس ما راح أرضى بغير الجنسية الكويتية. هذه بلدي، يعني ما تقدر تتنازل عن بلدك. إذا توجهت لك دعوة أنك تغني في فلسطين أو في العراق، بتلبي الدعوة؟ أي بغني. وين؟ في الدولتين، بس خل تهدى الأمور، يعني الأمور مية هادية، بس بغني ما دام شعب عربي، ليش لا؟ ليش لا؟ يعني ما في مشاكل. في ألبومك الأخير غنيتي أعرف رجلاً من كلمات الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح، وقد قالت عنك نوال مبدعة، صوتها رائع، أداؤها ممتاز، وقالت أيضاً أنها واثقة أن نوال ستكتب قصيدتي مرة أخرى بصوتها. الله، وتطلق الله القصيدة عصفور حب في أرجاء الوطن العربي. كبير علي هذا الكلام، أني أنا أكتب قصيدة الدكتورة سعاد مرة ثانية في صوتي، كبير علي الكلام، يعني كل الشكر لها والحمد لله، الحمد لله. الأغاني يلي رح تغنيها بألبومك المقبل إن شاء الله مش بعد سنتين؟ لا إن شاء الله لا. ممكن كمان تتضمن قصائد؟ والله ما أدري، نشان ما خطط حق الشريط.
يعني في اشياء هو اكيد تخطط الاساسيات. نعم. بس في اشياء تيك فجاه ما تقدر تقول لها لا، مثل ما في اشياء ما تقدر تقول لها اي، في اشياء ما تقدر تقول لها لا. نوال، كان من المفروض انه تتعاوني مع والد المطربه انغام، مع الملحن محمد علي سليمان. شو صار؟ اللي صار انه يعني ما اهتم، هو ما اهتم لما كلمته، وكثير انا كنت اتكلم عنه بلقاءاتي، كثير كثير كنت اتكلم، وتفاجأت انه هو يكلمني ويشكرني اني انا اتكلم عنه على طول، وعرفت ان انت ودك تشتغلين معي فانا موجود وانا ودي اشتغل معك. وتحسبا انه ما يكون هو متابعني ومتابع شغلي، اعطيته مثل رؤوس اقلام، يعني قلت له ان انا احب هذه الاغاني واحب هذا المطرب واحب هاي المطربه واحب هذه الاغاني اللي غنتها لك انغام من الحانك، احب هذه الالوان، يعني اني اعطي صوره خلفيه يمكن ما يكون متابعني، يعني مو شرط. تفاجأت ان بعدين ثاني يوم او ثالث يوم بعث لي فاكس في نصوص يعني ما حد يرضى يغنيها، ما فيها مضمون ابدا. النصوص كانت يعني اكثر من عاديه، ما رجعت الصراحه كلمته لانه حسيت في استخفاف بالموضوع، يمكن ما يكون، يعني يمكن انا ظالمته، بس يعني ما ادري، ما حبيت. نوال، باغنيه الايه بيحسدوني عليه تعاونتي مع رياض الهمشري. ايه. ومعروف بانه الروح الفنيه عند رياض الهمشري قريبه جدا الى روح الراحل بليغ حمدي، وبالتالي اغنيه بيحسدوني عليه قريبه جدا الى نفس ورده الجزائريه في الغناء. قيل لك هذا الموضوع؟ صح. وقيل اكثر، قيل انها تشابه الحان معينه، بس هي ما تشابه لحن معين، هي مثل ما قلت الروح كثير قريبه. رياض كثير يشابه الله يرحمه بليغ حمدي.